السلام عليكم، ان شاء الله صح نبلش في شابتر 16. شابتر 16 بحكي عن الدبريشيشن ميثودز. بعض الناس اللي شابتر في المادة يعني ما في شيء اصلا. الدبريشيشن هي قيمة انخفاض او القيمة الشرائية يعني بما معناه انت اشتريت سيارة ب100,000، نقول 100,000 ما فيش مرسيدس، اشتريت سيارة ب100,000، بعد كم سنة يعني مثلا بعد 20 سنة بعتها ب50,000. فإحنا بدنا نشوف كل سنة عنا شو بصير، ليش قديش سعرها بينزل، قديش سعرها بينزل. فهذا الشيء اسمه ديبريشيشن، هي القيمة الاستهلاكية بشكل عام، أو يعني قديش راح ينزل مني من سعر السيارة. هسا الترمينولوجي اللي عندنا اللي بدنا نعرفه إنه في عندي شيء اسمه بوك فاليو، فيرست كوست، ريكفري بيريود، والسالفج بيريود، وديبريشيشن ريت. يعني بما معناه لازم أعرف قديش الفيرست كوست، بس إحنا ما بنسميه بريزنت هسا، حنسميه بي. تمام، البوك فاليو، معنى البوك فاليو يعني قديش ضل من سعرها عند سنه معينه. يعني انا كانسان البوك فاليو مثلا سياره سنه صفر، هيك معناها سنه صفر سعرها 100، عند سنه خمسه سعرها 50، عند سنه سته سعرها 10 فرضا. فانا لما اقول سعرها 50 فهي البوك فاليو، يعني قديش سعرها هسه، صار انا بحسبه، والعشره هاي نعرف قديش هي سالفة فاليو، قيمة البيع بس. فإحنا عندنا طرق عشان نحسب الديبريشيشن. الديبريشيشن في عندي الستريت لاين والديكلاينج بالانس والدبل ديكلاينج بالانس. فاللي بصير عندنا بطريقة الستريت لاين، طبعا هي بالامتحان بنحكي لي إنه طبق طريقة الستريت لاين. فالستريت لاين بيقول لي قيمة الديبريشيشن منتظم منتظم، يعني أنا لما بدي أرسم رسمة تطلع معي لينير. يعني أنا بالسنة الأولى خسرت 3,000، بالسنة الثانية كمان 3,000، بالسنة الثالثة 3,000، فهو منتظم. فبالتالي أنا في عندي طريقتين عشان أعبر عن depreciation. إما بعبر من خلال القانون مباشرة، بحسب depreciation كل سنة قديش، هذا إيش كل سنة، أو بعبر منه كنسبة مئوية. يعني والله نزل 20% هالقد، نزل 20% هالقد، 15% على آخر إيه، واللي هو واحد على ان. بس بوضح لك شو الواحد على ان. خلينا ناخذ مثال. ان ارجون بروسيس هاز ا فيرست كوست 20,000، معناته البي 20,000. طيب حكى لي وذ 5,000 سيرفيس فاليو، معطيني الاس 5,000 افتر 5 ييرز، معطيني يعني الان 5. ركز في ان في عندنا تي، تي هي البيرود، يعني انا في البدايه سنه اثنين سنه ثلاث، ولكن الان هي عدد السنوات كامله، فبدك تميز بين ان والتي. بقول لي اوجد الدي 3، يعني بدي اوجد الدي ديبريشيشن لما تي تساوي 3. ركز، تي غير عن ان. والثاني بقول لي البوك فاليو برضو عند 3. طيب طريقه الحل سهله، قلنا عن اكثر من طريقه، واللي هي الطريقة الأولى إني أحسب الديبريشيشن عند أي سنة بدي إياها، سواء عوض الثلاث ولا اثنين ولا واحد ولا خمسة، فهي نفسها. بقول لي ليش؟ بقول لك هاي ديبريشيشن. إحنا بطريقة سترايت لاين ميثود إحنا ما بيكون الانخفاض قيمة القيمة الشرائية متساوي، انخفاض ماله متساوي. فهون عشان هيك اسمه دي تي، ولكن بالقانون ما عندي تي، ما بيفرقش معي السنوات، ما بيفرق عندي السنوات. فبالتالي دي 3 تساوي البوك فاليو اللي هي القصد البوك فاليو الابتدائي 20,000 ناقص البوك السالفج فاليو على عدد السنوات اللي هي 5. 15 على 5 يعني 3,000. يعني انا السيارة كل سنة بنقص منها 3,000، هيك معنى المعلومة، كل سنة بنقص منها 3,000. فبالتالي اذا بدي البوك فاليو بقول انا السيارة اشتريتها ب 20,000 ولكن نقص سعرها كل سنة 3,000، انا بدي البوك فاليو عند اي تي عند 3، فناقص 3 لعدد السنوات في الديبريشيشن. هيك انا قدرت احسب مين هاي، فنقص 9,000 في 11,000، بالتالي هيك قدرت احسب البوك فاليو. انا بعرف ان سنه 3 سعرها 11,000، ان سنه 2 سعرها 14,000، ان سنه 5 سعرها 5,000. بس هي كل الفكره. الطريقه الثانيه اني احسب كنسبه مئويه، يعني بحكي انه depreciation rate بساوي واحد على n. يعني انا عندي خمسة، واحد على خمسة 0.2، يعني انا بنزل 20%
من قيمتها، بس مش من قيمتها، من قيمة البي ناقص اس، هيك معناها. فتمام تمام بتقول لي اوكي. فبالتالي هسه احنا لو طلب مني البوك فاليو عندي 3، بقول لك تمام حبيبي، انت بتقول بالسنة الواحدة هذا الريت سنويا 20%، يعني انا كل سنة بنزل 20%، فبعد 3 سنوات راح ينزل قديش؟ راح ينزل بونت 2 في 3، يعني 60%. فبالتالي انا شو بحسب؟ بقول 15000 ضرب بونت 6 قديش تعطيني هاي؟ انا نقصت ال 20%، ال 15000 ضرب بونت 6 قديش؟ 9000. فهيك انا نزل سعرها بال3 سنوات، هذا الديبريشيشن ريت، يعني النسبة المئوية للديبريشيشن. انا كانسان خسرت 15000 كل سنة، مجموع السنوات 15000، كل سنة بخسر 20% من ال 15000، فبالتالي بعد 3 سنين خسرت 60%، 60% يعني 9000. طيب 9000 معناته ان بوك فاليو عندي كان سعرها 20000 ونقصت 9000، تطلع معي 11000. هيك قدرت احسب البوك فاليو. فلو بدي عند اي زمن لحد 5 فهي هاي، طبعا ما عنديش 6 لانه 5. والطريقة الثالثة اني ارسم الرسمة، ما في داعي للرسمة. طيب نحكي عن الديكلاينج بالانس. طبعا في عندي ديكلاينج بالانس وعندي دبل ديكلاينج بالانس، دي دي بي بسموها، وهاي الدي بي. بكل بساطة انه هون على ريت معين بقول لي انه الديبريشيشن عند اي زمن، لاحظ ها شو قال لي هسه، عند زمن معين، يعني بمعنى غير منتظم هذا، يعني عند السنة الأولى لو الديبريشيشن 3000، السنة الثانية الديبريشيشن راح يكون مثلا 3500، أما بالطريقة الأولى كان بالسنة الأولى 3000، بالسنة الثانية 3000، بالسنة الثالثة 3000، كنت أجمع جمع. ولكن هون لا، ديبريشيشن ما بيكون منتظم. فبالتالي أول شغلة بطلع شيء اسمه دي، دي اللي هي نفس النسبة اللي 1 على n، هاي إذا كانت ديكلاينج بالانس. ولكن إذا كانت دبل ديكلاينج بالانس لازم أعوض 2 على n، يعني بما معناه هي الدبل. فبالتالي الديبريشيشن عند أي سنة بدي إياها بتكون ديبريشيشن في البوك فاليو في 1 ناقص دي، الدي هاي ايش اللي هي 1 عام، في تي قوة اس تي ناقص 1. اما البوك فاليو بتكون بي في 1 ناقص دي. نحل المثال، بيقول لي هون الديبريشيشن كونستراكشن اترك 20000 و4000، اوكي سالفج فاليو 5000، يعني الان 5، البي 20 والاس 4000. شو قاعد بقول لي؟ بقول لي فايند ذا ديبريشيشن والبوك فاليو يوزنج دبل ديكلاينج بالانس، يعني ما راح استعمل 1 على n، استعمل 2 على n. اوكي بطلع اول شيء الدي، الدي بتساوي 2 على n، هي 2 على 5 واللي هي 0.4. هسه بدي طالب مني الديبريشيشن، يعني بده الدي تي، الدي وين؟ الدي اند 3. فالدي اند 3 هتساوي دي ضرب البي اللي هي 20000 ضرب 1 ناقص 0.4 قوة تي ناقص 1، يعني هاي 3 بعوض هاي 2، هاي ديبريشيشن. إذا بدي البوك فاليو، إذا بدي البوك فاليو شو بقول؟ عندي أكثر من طريقة، يا بحكي إنها القيمة اللي هي 20000 ناقص القيمة هاي، يا بحسب مين؟ يا بحسب القانون. ولا لا، المفروض نفسها ديبريشيشن 2880. اوكي دقيقة بس بنشوفها. فالبوك فاليو عندي 3 هتكون هي البي اللي هي 20000 في 1 ناقص دي قوة ان اللي هي بوينت، اللي هي قوة نفسها قوة تي قصدي، بدي 3 سنين، يعني 3 سنين طلعت معي 4320، يعني هاي سعرها عند سنة 3 4320. هسه بس اوكي لانه مش منتظم، فهي ال 2880 بس ديبريشيشن بالسنه الثالثه، يعني انا المفروض احسب عند السنه الثانيه، احسب السنه الاولى واجمعهم، بعدين لو قلت 20000 ناقص هاي يعطيني قديش؟ 4320. يعني انا هون بالسؤال اللي قبل ما قلت ناقص 3000، هاي ديبريشيشن بس عند سنه واحده اللي هي سنه 3، بس لانه منتظم ضربت في 3. ولكن هون لا، لازم انا احسب دي 1 ودي 2 ودي 3 بجمعهم، بعدين شو بقول بوك فاليو؟ يا بطبق قانون هذا
يا بقول ايش، ال 20,000 ناقص هذول الثلاث مع بعض بس. قبل يعطيكم العافيه بدي اتاكد لكم من شغله، يعني تاخذوها لقدام بالاداره ون وبالاقتصاد قبل ما اسكر الفيديو. هاي عندي هذا المثال، طبعا انسوا السوالف التاير كوست وانيشال كوست والى اخره، لانه احنا هي سوالف معدات. انا بدي اشرح الفكره، احنا هون عندنا ايش، ديبريشيشن بالسنه الاولى. هذا عندي كان مشروع انه الان 7، والانسو التاير كوست وانيشال كوست، هي هذا الانيشال كوست تبعي مثلا، وهذا من السلفج فاليو الان 7 انسو، كان طالب مني دبل ديكلاينج بالانس. فشو عملت؟ هاي الدي وانسوا هاي القيمة. هي طبعا هاي ايش؟ ما شو القانون؟ لو نيجي للقانون، دي في بي في واحد ناقص دي في تي قوة ناقص واحد. يعني انا هذا الرقم كامل شو عملت؟ شطبته. ليش؟ لانه انا لما بدي الديبريشيشن عند سنة اولى بتكون التي هون ايش؟ واحد ناقص واحد صفر، فاض من شطب بضل دي في بي. فهي دي بي في بي، انسوا سلاسة الطرح، هذا هو نفسه بي عند بالمعدات، تاخذون ان شاء الله بعدين انه هاي هي بي. تمام. فالبوك فاليو شو كان؟ القيمة الانيشال كوست هيو ناقص مين؟ انسوا التيار كوست برضو، البوك فاليو السنة الأولى، فانسوا هاي القيمة، انسوا هذا الاشي اللي أنا بحكي عنه. هذا الاشي ماله؟ انسوا 148,000 ناقص 16,000، انسوا. احنا شو بنعمل؟ احنا هذا شايفين، هذا هو البوك فاليو، شايف؟ هذا بي ناقص الديبريشيشن، شايفين؟ اوكي. فسا الديبريشيشن الثاني كان 2 على 7 في البوك فاليو اللي قبله، كانت 2 على 7 في البوك فاليو اللي قبله. فهيك احنا بنحل. انا هون قلت لكم نفس الشيء، هون لما قلت طلع دي 1 دي 2 دي 3، ف البي هاي بتكون البوك فاليو اللي قبلها، لاحظ البوك فاليو اللي قبلها، فلاحظ طلعت قديش 67,000. السالفج هون 26,930، فعندي ثلاث طلع معي الديبريشيشن هالقد، فنقص من عمرها، نقص من سعرها هالقد. وعن سنة 4، عن سنة 5، آخر شيء لما وصلنا عند ديبريشيشن 6، ديبريشيشن السنة السادسة طلع معي 7012. تمام؟ طيب هسا بفحص البوك فاليو عن سنة 6 قديش؟ 24,000 ناقص 7,000 طلع معي 17,000. طب ما هو السالفج فاليو عندي قديش؟ 18. السالفج فاليو عندي قديش؟ 18. طب كيف البوك فاليو عن 7 سنين طلعت اقل من السالفج فاليو؟ بقول لك لا، بشطبها وبعتبر انه البوك فاليو عند 6 هي 18,000، والديبريشيشن عند 6 يكون ايش؟ حاصلي فرق بينهم، بين الفرق بين مين ومين؟ بين المبلغ اللي قبل ناقص السالفج فاليو. فهيك انا عرفت يعني مش شرط اني دائما استعمل هذا القانون، لا، بفحص اول شيء اذا السالفج فاليو عندي او البوك فاليو اعلى من السالفج فاليو ولا لا، لازم البوك فاليو اعلى من السالفج فاليو، واذا كانت اقل من سالفج فاليو فهذا خطا، وبعتبر البوك فاليو هي نفس السالفج فاليو، وكل الدبريشيشن اللي بعدها هي صفر، وكل الدبريشيشن اللي بعدها هي صفر. فبالتالي لما طلعت معي الدبريشيشن 6 هالقد، فالبوك فاليو قديش؟ 18,000. بوك فاليو عند 6 18,000، ديبريشيشن عند 7 صفر، لانه ما في عندي استهلاك، والبوك فاليو عند 7 هاي، يعني بما معناه هاي المعده ظلت تستهلك سعر 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 عند سنه 6 و7 نفس السعر صفت. بس يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله نكون ما قصرنا معكم بالماده.